معنا على التليفون الناقد الفني احمد سعد الدين. صباح الخير، اهلا وسهلا. صباح الخير، اهلا وسهلا، اهلا بيك. اهلا وسهلا. لما نيجي نتكلم في ذكرى رحيل اثنين من اهم الفنانين، الفنان الكبير سمير غانم والفنان الكبير سمير صبري، خلينا نبتدي كده ونسترجع مع حضرتك ابرز الحاجات اللي حضرتك شايف انها اثرت في شخصيتهم وخلتهم الاثنين واحد من اكبر، او هما الاثنين من اكبر الفنانين في مصر وفي الوطن العربي. الحقيقه احنا بنتكلم على اثنين عمالقه، الاثنين فنانين، ولكن المجالات يمكن التألق كان مختلف. لو اتكلمنا ابتدينا بسمير صبري، سمير صبري طبعا هو فنان شامل، قدم الاستعراض وقدم في السينما، وفي نفس الوقت ما نقدرش نشيل من المعادلة ان هو كان اهم واحد بيقدم برنامج، او اهم مذيع بيقدم برنامج. يمكن الحاجة الغريبة اللي أثر فيه سمير صبري وساعده في بداية طريقه كان الفنان عبد الحليم حافظ. كان هو ساكن في نفس العمارة ووالده كان صديق عبد الحليم. هو لعب شوية لعبة كده، إن كان كل ما يقابل عبد الحليم في الأسانسير يكلمه إنجليزي على أساس إن هو اسمه بيتر جاي من إنجلترا. وبعدين لما عرفه أبوه بنفسه فهو بص لعبد الحليم يعني ما تقولش إن أنا. المهم بعد كده عبد الحليم اصطحبه معاه وداه للفنانة الكبيرة لبنى عبد العزيز. كانت هي بتعمل برنامج إذاعي في البرنامج الأوروبي، وفي نفس الوقت بقى حصلت انطلاقة وأخدوا معاه في أفلامه. فمن هنا هنشوف سمير صبري تألق بعد كده في أبي فوق الشجرة مع عبد الحليم حافظ، ثم انطلق انطلاقة كبيرة. لكن أهم برنامج قدمه سمير صبري كان هو النادي الدولي. صحيح. والنادي الدولي ده كان أكبر برنامج في الوقت ده في فترة السبعينات. صحيح. ده أوقف كمان، أنا عارف إن يعني كان ليه كواليس كتيرة النادي الدولي، ولكن خليني يعني اروح لسمير غانم. يعني ما بين سمير صبري وسمير غانم الكثير من المتشابهات والكثير من المترادفات. خلينا نتكلم عن سمير غانم، ازاي اثر وازاي اثر الحياه الفنيه في مصر. هو الحقيقه سمير غانم واحد من اهم الفنانين اللي ظهروا في بدايه الستينات. هو كان خريج كليه زراعه اسكندريه. في الوقت ده كان ابتدى التلفزيون إشارات البث اللي هي سنة 60، وكان الراحل العظيم أستاذ مول المخرج محمد سالم اكتشف مجموعة من الشباب، منها سمير غانم، جورج سيدهم، ضيف أحمد الله يرحمه، فكون هذا الثلاثي وتبناه فترة طويلة. التبني هنا هو كان بيعمل، محمد سالم كان بيعمل برنامج في بداية التلفزيون كان اسمه أضواء المسرح. فجورج سيدهم سمى الفرقه ثلاثي اضواء المسرح. وحصل بقى ان ايه، استاذ محمد سالم هو كان بيعمل لهم، بيخرج لهم السكتشات والحاجات دي. حصل انطلاقه، ويمكن هم الثلاثي اول ناس عملوا الفوازير في التلفزيون. انطلاقه حصلت بشكل كبير جدا، سواء في المسرح او في السينما او حتى عن طريق السكتشات الغنائيه، إلى أن توفى الله يرحمه الضيف أحمد سنة 70 في مسرحية اسمها طبيخ الملايكة. فضل جورج سيدهم وسمير غانم، وهنا كان في تألق بشكل كبير جدا للفنان سمير غانم. بس من مبنى التلفزيون بقى عمل سمير غانم الفوازير فطوطة مع الراحل فهمي عبد الحليم. هي دي نقطة التحول اللي موجودة في حياة سمير غانم، ولا حضرتك شايف إن في حاجة تانية هي اللي ممكن تكون عملت بقى الشهرة الفنية الرهيبة؟ أعتقد إن هو كان يعني ليه شهرة كبيرة، ولكن فطوطة كانت انطلاقة نقلة مختلفة. وخاصة في الوقت ده، في يعني إحنا بنتكلم في بداية الثمانينات، لما يعمل فطوطة بالخدع اللي كان موجودة الله يرحمه الأستاذ فهمي عبد الحميد طبعا. فكانت يعني بالنسبة لنا كانت اختراع. هو في دلوقتي اللي يتفرج عليه يقول أصل، بس احنا بنتكلم بعد 45 سنة طبعا. كانت اختراع كبير، وفعلا شخصية فطوطة حتى الآن هي بصمة للفنان سمير غانم. نفس نقطة التحول اللي موجودة بقى في حياة الفنان سمير صبري وخلته واحد من أشهر يعني فنانين جيله.
بالظبط. فهنا احنا اللي يعني نقدر نقول الاثنين في حياتهم نقلات معينه اختلفت، يعني المشوار بقى اختلف. سمير صبري انطلق كمان في السينما وعمل شركه انتاج وبقى بيعمل افلام كتير. سمير غانم يمكن هو كان حبه للمسرح اكتر من السينما، والمجد في المسرح كان اكتر بكتير كمان من السينما، لان احنا لو شفنا الفتره اللي هي جورج سيدهم سمير غانم الاثنين متزوجون نعم في المتزوجون، قبل المتزوجون كان عندهم موسيقى في الحي الشرقي. ايوه ودي كانت انطلاقه كبيره جدا، دي كانت عوده بقى للفرقه بعد وفاه الضيف احمد الله يرحمه. صحيح. بعد كده المتزوجون كانت جميله، اهلا يا دكتور. بعد يعني بعد فتره ويمكن سنه 84 85 استقل سمير غانم بنفسه وعمل اول مسرحيه لوحده اللي هي كانت اسمها جحا يحكم المدينه. ومن هنا بقى ابتدى، افتكر ان انا لما اتكلمت مع الفنان الجميل سمير غانم بقول له انت عملت مسرحيات كتير، ليه ما استمرتش المسرحيه اكتر من 3 سنين؟ قال لي انا دايما كنت بفكر من 3 لـ4 سنين على اساس ان انت تعمل كم من المسرحيات، مش تعمل مسرحيه واحده تقعد 10 سنين، مش تعمل صح. تاريخ. صحيح صحيح. هو كان فعلا عايز يضيف للحياه الفنيه. طيب لا انا كنت هضيف اضافه ان هي سمير غانم يعني هو واحد من اهم علامات الكوميديا في مصر، مش طبعا. مش يعني فنان استثنائي، يعني ادواره هتفضل في ذاكره المصريين، في اجيال كامله اللي ابتسامه بالنسبه لها عنوانها سمير غانم، وهتفضل كده بصوته بشكله باكسسواراته. وكان يمتلك صوت جميل اكسسواراته كمان لو نتكلم عنها اللي هي كانت مميزه جدا في السينما لفترات طويله. لو حضرتك تفتكر الفنان العظيم استاذ جلال الشرقاوي وهو واحد من اهم مخرجي المسرح في تاريخ مصر برضه، لما اتكلم مره على سمير غانم قال اكتر واحد والوحيد اللي بيقدر يوظف الاكسسوار داخل العمل المسرحي او على خشبه المسرح هو الفنان سمير غانم. كنا كل مره بنشوف ليه حاجه جديده، نظاراته ولبسه الغريب والحاجات كل حاجه كنا بنلاقيها غريبه، بس هو بيقدر يوظف هذه الاكسسوارات بشكل من الاشكال داخل العمل الفني على خشبه المسرح. بالاضافه لحاجه ان هو كمان كان صوته جميل، فكان بيغني على المسرح. صحيح. فهو الحقيقه كان فنان جميل جدا وفنان شامل، وعنده في المسرح تحديدا هو لم يكن يحفظ النص. دي بقى كان يتفرد بيها. هو ملك الارتجال، بس في نفس الوقت هو داخل اطار العمل الفني. يعني هو انت لو حضرت له مسرحيه يومين متتاليتين هتلاقي ان هو ايه في اختلاف ولكن في نفس الاطار. ده كان سمير غانم. الاثنين بقى سمير صبري وسمير غانم كانوا في اعمالهم الفنيه، يمكن سمير صبري في السينما وسمير غانم في المسرح، الاثنين كانوا بيغنوا، كان صوتهم جميل وعملوا اسكتشات واستعراضات جميله جدا. طيب هل كان في لقاء بيجمع بين السميرين؟ يعني هل الاستاذ سمير صبري استضاف الاستاذ سمير غانم؟ احنا خدنا الجانب، لا استضاف ده كتير. يعني لا هو استضاف سمير غانم كتير، يمكن في هذا المساء، برنامج هذا المساء تحديدا استضاف سمير غانم. ومن المفارقات ان هو مش اكتفى بان هو يستضيف سمير غانم، ده هو كمان اول من استضاف الفنانة دلال عبد العزيز مع بنتها في الوقت دنيا كانت لسه صغيرة. وخف الدم سمير صبري ان هو لما كان عارف دنيا قال لها طيب انت بتقلدي، كانت عندها 15 سنة تقريبا، قال لها طب انت بتقلدي الفنانين، عايزك بقى تقلدي سمير غانم. فخلاها تقلد باباها في مشيته لانه كان عنده مشية مميزة بشكل كبير. واول واحدة غنت او أول مرة تغني كانت في برنامج هذا المساء. كان الحقيقة الاثنين سمير صبري سمير غانم كان عندهم ثقافة كبيرة جدا جدا، سواء ثقافة فنية أو ثقافة موسيقية كمان. فلما استضافوا في هذا المساء كان بيناقشوا في حاجات كتيرة جدا سواء داخل الفن أو في الموسيقى كمان. نعم أكيد.
طب سناء جميل، سناء يونس الكوميديانة المصرية العظيمة النهاردة أيضا ذكرى وفاتها. النهاردة يوم يعني مهم في الذاكرة الفنية شوية. مع شوف مصر قوية إزاي بقوتها الناعمة، يعني النهاردة لما يبقى يوم واحد في مصر اترحل فيه ثلاثة من أهم الكوميديانات، دورها في سكة على بناتك ودورها بنتكلم على واحدة من عمالقة الكوميديا. يعني احنا لما اتكلمنا على سمير غانم ملك الكوميديا، عندنا سناء يونس برضو من ملوك الكوميديا او ملكات الكوميديا. سناء يونس كان ليها انطلاقات كبيرة، ولكن توقف قدام سك على بناتك اللي هي دور فوزية. ليه احنا بنقول كده؟ لان هي كانت بتقف قدام مين؟ قدام الاستاذ فؤاد المهندس. فؤاد المهندس مش اي حد يقف قدامه بسهوله، ومع ذلك لو اتفرجنا على المسرحيه هنلاقي ان اللقاء اللي كان يجمع او المشاهد المسرحيه اللي كانت تجمع ما بين سناء يونس وما بين فؤاد المهندس هي الاجمل المشاهد في المسرحيه اللي عايشه معانا لحد دلوقتي على قرابه 5 عقود. لحد النهارده سناء يونس ادائها الناس حافظاه جمله جمله، حركه حركه، سواء بقى فوزية وحنفي واستاذ فؤاد المهندس لما كان بيضربها على المسرح. سناء يونس دي واحدة من فعلا من علامات الكوميديا في تاريخ مصر، سواء في المسرح او قدمت حاجات كتيرة سواء في السينما سواء في التلفزيون. حقيقة فنانة جميلة جدا جدا، ونقدر نقول ان مصر ولادة. يعني هل تتخيل ان النهاردة ثلاثة من العمالقة، سمير صبري سواء في السينما أو في تقديم البرامج، سمير غانم في المسرح في السينما والسكتشات الغنائية، سناء يونس في الكوميديا، فعلا مصر ولادة. احنا بنتكلم مصر يا جماعة 120 سنة أو 135 سنة دلوقتي السينما موجودة في مصر، هي تاني دولة تدخلها السينما. الفنانين المصريين موجودين على مستوى العالم. عمر الشريف أول واحد طلع من مصر وراح هوليود، وكانت أفلامه أول، يمكن أول فتى أول في المنطقة العربية ويمكن الأوحد كمان. شوف بقى عندنا فنانين عبد الحليم، أم كلثوم، قوة مصر الناعمة هي اللي أثرت في المنطقة كلها. احنا شفنا الاداء المصري، يعني النهارده في يوم واحد في ذكرى ثلاثه من الفنانين زي ما حضرتك بتقول، والثلاثه يجوز لينا ان احنا نضيف طبعا استاذ سمير صبري من ضمنهم في بالذات الكوميديا. يعني احنا عندنا الاستاذه سناء يونس عندها طريقتها في الكوميديا، وزيها الاستاذ سمير صبري، ده كوميديا وده كوميديا، ولكن كل واحد كان خطه مختلف تماما مختلفة. والاستاذ سمير صبري برامج وتابعنا من واحنا صغيرين بنتفرج على البرامج في التمثيل وفي الغناء، وكمان التمثيل كان له الأدوار اللطيفة جدا المحببة، مش هنقول إنها كانت كوميدية من المقام الأول، ولكن كانت محببة ولما تشوفوا فيها تبتسم. فإحنا بنتكلم إن كل واحد له طريقته، كل واحد له طريقته في إنه يوصل لقلب الناس ويضحكهم. إحنا بنتكلم كمان إن مصر فيها فنانين كل واحد مستقل بذاته، مفيش بصمة زي التانية، في تنوع. يعني كوميديا سمير غانم غير الكوميديا اللي موجوده عند سناء يونس، غير الموجوده عند عادل امام، غير اللي عند سعيد صالح، وهكذا. ليه؟ لان مصر ام الدنيا في الفنون، هي هوليود الشرق، فما فيش فنان زي التاني، كل واحد ليه بصمه مختلفه، وهو ده جمال الفن، ان يبقى عندك تنوع، تنوع بشكل مختلف، ما فيش تقليد لحد. وهي دي مصر، احنا بنتكلم قوه مصر الناعمه. يعني قبل كده الراحلة العظيمة السيدة أم كلثوم، يوم الخميس الأول من كل شهر يوم الحفلة بتاعتها كانت جامعة الدول العربية متحركة، كان بيجي لها الناس من بره عشان تحضر الحفلة وترجع. لما كانت تسافر دولة كان الرئيس أو الملك بتاع الدولة دي هو اللي بيقابلها في المطار، وكذلك عبد الحليم وكذلك وهكذا. فاحنا بنتكلم قوة مصر الناعمة حاجة مش سهلة، وهتفضل لأنها ليها تاريخ، هي مش فرقعة لسه ظاهرة بقالها سنة ولا 2 ولا 10 ولا 15، احنا بنتكلم على أكتر من 100 سنة وهي موجودة. صحيح، شكرا ليك الناقد الفني أحمد سعد الدين على كل الإيضاحات وكل التحليلات
بالتأكيد مصر هتفضل كبيرة بقوتها لما يوم كده من الأيام المصرية بنتذكر فيه ثلاثة من أهم الكوميديانات والمفارق زي ما قال كده، أن كل واحد فيهم لون في الكوميديا، فمعنى ذلك القصة مش كم بس، القصة أيضا كيف. أكيد صحيح.